اهلا وسهلا بكم اصدقائنا الاعزاء، ويعني يسعدني ان استضيف معي الصديق العزيز الاخ منصور الناصر. واستضفته قبل كده عن بعد في موضوع اخر، وكنا بنتناقش، يعني كان معنا بالامس في محاضرة لاهاي، واتناقشنا في مواضيع كتير من ضمنها خلافات التنويريين. وموضوع مثير هو اللي عنوانه قدامكم على الشاشة: هل كان النبي محمد عربي أم لم يكن عربي؟ وحتى إحنا لما كنا بنقرأ كتب السيرة وإحنا صغار، كنا بنشوف أن العرب ينقسموا إلى جزئين: العرب العاربة والعرب المستعربة. يعني وهناك أحاديث أيضا تقول: إنما العربية اللسان، ليست العربية يعني بعصب أو بنسب، ولكن العربية اللسان. وكان بعض بيضعفوا هذه الأحاديث ويرفضونها، لكن الحقيقة يعني القصة الإسلامية فيها نوع من التناقض نسبيا، باعتبار أن النبي إبراهيم جاء إلى مكة وفقا للأسطورة العربية أو القصة العربية، وهو الذي بنى الكعبة هو وابنه إسماعيل. وبعد كده إسماعيل عاش في هذه البلاد. طبعا هذا ينكره الإخوة اليهود والإخوة المسيحيين، ويقول الكتاب المقدس غير هذه القصة، ويقول أن إبراهيم لم يعرف مكة ولم يذهب إلى الحجاز، ولكن ذهب إلى صحراء فلسطين، يعني منطقة النقب، والبعض يقول سيناء، يعني باعتبار سيناء أصلا مجاورة لفلسطين. لكن فكرة إن النبي الكريم كان يعني من أبناء إبراهيم ومن أهل المنطقة العربية، فهي فكرة متناقضة. يعني لو مجموعة معينة انتقلت هتفضل، يعني لو مجموعة معينة انتقلت من مكان إلى مكان وعاشت واستوطنت في هذا المكان، فهذا لا يعطيها تسمية انها تكون من اهل البلد، ممكن يكون معها الجنسية. يعني اضرب مثال يوضح المسألة، وهو مثلا لو واحد عراقي زي منصور ولا مصري زي حالاتي راح تجنس بالجنسية البريطانية وعاش في انجلترا طول حياته هو واولاده، عمره ما هيكون انجليش او يكون ويلش او يكون سكوتش، هيفضل مجنس بريطاني في يعيش في انجلترا، او بريطاني يعيش في ويلز، او بريطاني يعيش في اسكتلندا، لكنه ابدا لن يكون اسكتلنديا او انجليزيا. والصحيح انه يقول يعني اي ام بريتش، وهذا موجود في عدد من البلدان، يعني اللي هو العرق والجنسيه واللغه، والتلات حاجات مختلفه. يعني ممكن واحد يكون معاه الجنسيه البريطانيه ولا يحسن الكلام بالانجليزيه، بل لا يعرف حرف. وشفنا نماذج من كده، من ناس عاشت في انجلترا 40 سنة، ستات تحديدا كانت اكتر من الرجالة، من الباكستانيات، وعايشة في وسط باكستاني لا تعرف كلمة بالانجليزية، وهي بريطانية، وهي تتكلم اللغة الأردية وليست منتسبة لهذا المكان. فهذا معروف. منصور عنده طرح ممكن يكون مختلف، الطرح بتاع ان النبي مستعرب، هذا يقوله الثقافة، هذا تقوله الثقافة الإسلامية، انه عربي اللسان مستعرب من اولاد ابراهيم، والذي هو يعني وفقا ايضا للأسطورة اليهودية كان من احد مدن العراق، ثم ذهب الى حران اللي هي مدينه تركيه في اللحظه الحاليه، ما كانش في تركيا وقتها يعني، وبعدين نزل لسوريا وفلسطين وراح مصر. القصه بتاعه التوراه اللي بيصدقها اليهود والمسيحيين، ليس فيها اضافه الحجاز البتة. اضافه الحجاز موجوده عند العرب حتى قبل النبي محمد، كما تاتي بذلك الروايه الاسلاميه. ويعني ادعوا بقى ادعاءات انهم لهم ابراهيم نسب، وطبعا في العقائد الدينيه لا يوجد برهنه ولا دليل، اذا كان هو شخص ابراهيم ذاته او اسماعيل، لا يوجد برهنه او دليل تاريخي وعلمي على وجود هذه الشخصيات.
ما بالك بقى انك تنسب له كمان، يعني مش ان هو موجود ومش موجود، لا ده ان هو عنده عيال والعيال دول راحوا حته الفلانيه. طب ما انت اثبت الاصل ثم اثبت الفرع، يعني زي ما بيقولوا ايه، اثبت العرش ثم اثبت النقش الذي على العرش. يعني لا اريد ان اطيل، وبقالي اهو 3 دقائق ولا 4 دقائق بتكلم، فحصرك منصور وهكون اول المنتقدين له قبليكم، يعني ارجو ان تحطوا التعليقات والنقود اللي بس المهذبه ليست اللاذعه. والميكروفون معاك يا سيد منصور ومنور، تفضل. شكرا جزيلا، واتشرف بحضوري في قناه الصديق العزيز المهمه احمد سعد زايد، واللي اعتبرها من القنوات الرائده في مشروع في نشر الفكر التنويري واشاعه الفكر الحقيقي الذي ينفع جماهير قبل ما يسترسل منصور في الكلام، بذكركم انه ايضا عنده قناه واعده ويطرح فيها موضوعات كتير ظريفه، فادعوكم للاشتراك فيها يعني ان اردتم. وهو هيبقى يحط بعد كده او نحط بعد ما نخلص اللايف الرابط بتاع قناته وصفحته. اتفضل يا باشا. شكرا جزيلا. طبعا هي قناه دعايه بس بفلوس، دي مش ببلاش. لا مبادره جدا منك، يعني واتشرف اكون حاضر في قناتك بس هتدفع كبيره. بالحقيقه الموضوع هو الرسول لم يكن، هل كان الرسول عربيا؟ هذا التساؤل انا اعتقد مهم جدا ويجب ان نطرحه بطريقه مختلفه عن السابق. هاي تأتي ضمن دعوتنا دائما لان اعاده قراءه تاريخنا، كلنا نعرف ان هذا التاريخ كان معرض لحاجات واغراض ومصالح القوى الحاكمه، وما زالت هاي المساله موجوده، ونحن لا نحتج على هذا الامر، انما يجب ان ننتبه له ونفطن لهذه الحقيقه، وان ما جرى هو امر طبيعي في اي مجتمع يحدث. لكن نحن في هذا في عالمنا بدأنا نعي بأن كل شيء لم يكن بالصورة، لم يصلنا بالصورة التي هي عليها، التي كان عليها، ويجب علينا أن نعيد النظر. ما أقوله لأن بحثه طويل، ما أقولها مختصرة أنه ما نعرفه عن عربية الرسول تختلف عن عربيته السابقة على ظهوره. والرسول عندما ظهر قالوا بأنه عربيا، انه القران نزل لسانا عربيا، لكن هذا لا يعني ان اللسان العربي متطابق مع الشعب العربي. وجود شعب عربي امر مختلف عن وجود لغه عربيه. المعنى المقصود باللغه العربيه هو اللغه التي جرت صناعتها واعتمادها لغه رسميه الدولة التي سيطرت أو التي سميت فتحت بلدان المنطقة. هذه المنطقة كانت تحتشد بعشرات الشعوب بعشرات اللغات واللهجات، لكنها في العموم كانت لغات تسمى سامية ومحسوبة على اللغات السامية، وهناك لغات سامية شمالية وشرقية. عندما نأتي إلى ذكر كلمة عرب، نجد كلمة عرب لا تعني أن هنالك شعب اسمه الشعب العربي، إنما هنالك مجموعة من الشعوب والقبائل والجماعات التي تنتشر في منطقة واسعة بين حوضي دجلة والفرات، وأيضا تأتي شرقا غربا إلى حوض النيل. هذه المنطقة كانت تقتنى شعوب خاصة بادية كبيرة وضخمة جدا. المنطقة حسب دراستي وحسب بحثي وجدت بأن كلمة العرب لا تعني شعبا عربيا محددا، إنما كلمة أطلقها اليونان والرومان على الشعوب التي تعيش في منطقة خارج سلطتهم السياسية. كانت الدولة الرومانية وبعدها الدولة البيزنطية تهيمن وتحكم هاي المنطقة وتنافسها على هاي الهيمنة الدولة الفارسية في ذلك الزمان، وكان كانت الشعوب أو الجماعات التي لا تنتمي لأي من مواطني أو أتباع الدولتين يعتبر كإنسان عربي. بمعنى المعاني أطلقت كلمة عرب وأعراب على الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة. لكن هذا يجب أن ننتبه
لا يعني أنهم ينتمون إلى عرق واحد. صحيح طلعت نظريات كثيرة، هؤلاء عرب مستعربة وعاربة، وهؤلاء من نسل قحطان والآخرون من نسل عدنان، لكن هاي أساطير وقصص لا نستطيع أن نعول عليها. اللي أريد أقوله بأنه باختصار بنقاط، أن عربية الرسول جاءت من كلمة قرآنا عربيا، لكن هذا لا يعني كما قلت أنها تعني شعبا محددا، فبدليل أننا لم نجد يوما شعبا عربيا، يعني لا نستطيع أن نقول مثلا هناك شعب عربي في العراق، هناك أكراد، هناك جماعات، هناك اتهامات، الشام بلدانس يعني مثلا دول الشام لا تستطيع أن تقول أنهم كلهم عرب، إنما تسمية تعني تسمية جامعة أنها مجموعة من الناس ينتمون إلى دولة محددة هي تسمى دولة عربية، لكن هذا لا يعني أنهم ينتسبون إلى دولة عربية محددة. بدليل حتى نأشر النقاط الأساسية أن العربية ظهرت بعد الرسول. عندما نريد أن نعرف جذور الرسول وعلى أي فئة يحسب، فلا نجد إلا الرواية الإسلامية. الرواية الإسلامية تقول بأنه هو من سلالة إسماعيل وإبراهيم، وهؤلاء ليسوا بعرب ولا حتى بيهود، لأنه بعد ذلك اليهود يعتبرونهم من نسل يعقوب. فحسب الرواية التوراتية اللي بالتالي فاحنا لا نستطيع أن نقول أن الرسول كان عربيا، إنما أتى بلسان عربي، وهذا اللسان العربي لا يعني بالضرورة أنه محسوب على اللغة التي كانت موجودة في بين شعوب المنطقة بأكملها. هل يمكن أن نقول بأن اللغة السامية التي كان يتحدث بها العراقيون عند لحظة نزول القرآن أو ظهور القرآن في حسب الرواية الرسمية، حسب الرواية الإسلامية في مكة والمدينة، هل يعقل أنه كان النص الذي نزل حسب الرواية الإسلامية ممكن أن يقرأه إنسان في مصر أو في سوريا أو في مناطق سوريا الحالية أو مناطق العراق الحالية خاصة في جنوب العراق؟ هل نتوقع أن شخص في جنوب العراق زمن ظهور الرسول كان يقرأ القرآن ويفهم هذه اللغة؟ هذا أنا أمر أشك به، وهناك دلائل كثيرة على هذا الموضوع سأوضحها بالأدلة والمراجع في عندما أنشر البحث كاملا، وممكن أن لكي أختصر الموضوع لا أستشهد بهذا. الشيء الذي أذكره أولا أن أضرب أدلة سريعة أن الإسلام المبكر خاصة والعباسي لا يؤكد على عربية المنتمين للدين على الإطلاق، هذا لا نجده موجود على الإطلاق، إنما تؤكد على انتمائهم للمنطقة والحوض اللغوي الذي يتحدث به الجميع. ثانيا، لفظة عرب لغة وأصطلاحا حسب ابن فارس تعود لأصل مادة عرب، يعني عندما نذهب إلى مادة عرب هذا يرجعها ابن فارس إلى ثلاثة أصول، أولها الإبانة والإفصاح، وثانيها النشاط وطيب النفس، وثالثها فساد في جسم أو عضو. ويرجع معنى معاني هذه المادة وما اشتق منها إلى هذه، ويرجع إلى هذه الأصول الثلاثة. معنى عندما يقول أن أنزلناه قرآنا عربيا لا تعني أن هنالك لغة عربية وهنالك شعب عربي، المعنى أنما أنزلناه قرآنا فصيحا بليغا وواضحا، هذا المعنى. عندما نجي نروح على معاجم اللغة نعرف أنه العربي تعني عكس معنى العجمي. العجمي هو الذي لا يقول كلاما واضحا. العجمي بالمناسبة لا يعني أنه من جنسية أخرى أو ليس بعربي، إنما كل ما هو أجنبي، لا، هو الحب الحقيقة معناها الأصلي. الأعجمي هو الشخص الذي لا يتحدث بلغة واضحة، معنى هو ممكن أن يتحدث العربية لكنه لا يتحدث بلغة عربية واضحة ومفهومة. العربي هو الذي يتحدث بلغة واضحة، وهذا معنى كلمة إفصاح حسب تعريف ابن فارس لأصل مادة عربي، يقول أولها الإبانة والإفصاح. معنى عندما نقول إننا أنزلناه قرآنا عربيا، وهي هاي التي على أساس هاي الآية اللي كلمة عرب أضيفت أو ذكرت في القرآن الكريم 11 مرة، واحدة من أهم هي هاي إن أنزلناه قرآن عربي، تعني إن أنزلناه قرآنا فصيحا واضحا لكي تفهموه، لا يعني بأن هنالك لغة عربية محددة. النتيجة ما معنى هذا؟ إن مقولة ما أنزلناه إن مقولة أنزلناه عربيا معناها دقيق مع قرآنا واضحا فصيحا،
كلمة قرآن هي أيضا تدل على قراءة نصمة وليس كتاب. كلمة نزل أيضا لا تعني نزل من أعلى، إنما بل قدوم شيء من على شيء مجاور. يعني عادة يقول لك أنا عندي حلقة إن عند القرآن ليس لم ينزل عربيا عن نظرية فيها قراءتي خاصة لنظرية لوكسمبورغ حول الأصول السريانية للقرآن. فهذا إن أنزلناه لا تعني إنه نزل من السماء بالضرورة، لأن نقول دائما فلان نزل هذه المدينة، فمعنى أنه قدم أو ذهب إلى مكان محدد. حتى بالعامية احنا نقول يعني من انزل عندنا اليوم، مثلا حتى بالعراق بسوريا تعال اليوم تنزل عندنا، فهذا معنى كلمة نزل، يعني اسكن. وأصلها كما أظن هو نزول الراكب من الجمل أو الحصان أو عربة السفر، يعني حصل كلمة أنزلناه إنما عندما يأتي واحد يقدم على الآخر لابد أن يأتي عن طريق راكبا حصانا أو جملا أو شيء من هذا القبيل، فيقول له تعال انزل عندنا. فأصل الكلمة نزل معنى أنه يأتي من مكان وينزل من ليس من السماء، عندما ينزل من الجمل أو المركوب الذي يركبه. بالخلاصة أنه عندما نقول أنزلناه قرآنا عربيا معناها أن نصا مر على هذا المكان وقرر صاحبه أن ينزل فيه، ويقول عبره صاحب النص أنه سيعرب عن قوله ووصاياه بشكل واضح وعربي، أي أن كلمة عربي تعني أنني سأظهر شيئا من داخلي وأقدمه للآخرين. حتى بالكلام الرسمي يقول أعرب فلان عن ارتياحه مثلا، أو يعرب فلان عن رغبته بكذا. فهاي كلمة عربة يعني أخرج شيء من الداخل. بعدما يأتي إنسان ويقدم نصا يقول لك أنا أقدم لك شيئا مفيدا. النقطة الأخرى اللي أشير لها، الإسلام أقر وحتى الآن بأن هناك عائلة تحكم، وهذا أقصى تصور إسلامي نمط انتقال السلطة. هذا موضوع شوية مختلف، راح أشير له موضوع علاقة موضوع العربية والإسلام، معنى كلمة إسلام بموضوع الدولة والسلطة. هناك فرق آخر مهم بين اللغة العربية والشعب العربي والمنطقة العربية. الرسول ينتمي للأول والثالث، هو ينتمي للغة العربية التي هو كان ينطق بها، ومعنى كلمة لغة لسان عربي وليس لهجة. طبعا اللهجة واللسان كانت تعنيان شيئا مختلفا، اللهجة تعني لغة واللسان تعني لهجة، وهذا لسان قريش يقصدون بها لهجة قريش، وهذا المسألة فيها جدل كثير على هذه المسألة. بالتالي لم يكن هناك شعب عربي، وهذا مفهوم شعب هو مفهوم حديث. أيضا المسألة الأخرى المهمة أن اللغة العربية تم فرضها من قبل السلطة الأموية خاصة عبر عبد الملك مروان الذي قرر تعريب الديوان. ما معنى تعريب الديوان؟ عرب أنه كانت هناك شعوب كثيرة تتحدث بلغات مختلفة، معظمها لغات أصلها سامي ومن يعني من أخوات أو أولاد عم اللغة العربية، وهاي اللغة قرروا في لحظة معينة أنه يعربون الدواوين. ما معنى تعريب الدواوين؟ كانت هي أصلا دواوين، الدواوين هنا ديوانين، ديوان الجند وديوان الخراج. ديوان الجند هو من البداية باقي عربي، ولكن لأنهم الجنود أغلبيتهم عرب، لكن أو من القبائل العربية وليس عربي، لكن ندقق في هذه العبارة. الديوان الجند هو الذي قام بتعريبه عبد الملك بن وران سنة 78، وكلف شخصا يدعى أعتقد الشرجي، واحد اسمه الشرجي كلفه، فسنة 81 هجرية تم تعريب الدواوين من خلاله، وبعد ذلك كانت من الرومية إلى العربية التي كانت هي عربية التي ينطق بها حكام ذلك الزمان اللي هم الأمويين. الحجاج أيضا تولى الموضوع في العراق، كانت التعريب الدواوين من الفارسية إلى العربية، وأيضا عند القبط شوية تأخر الموضوع وتم التعريب. المسألة اللي أريد أشير على أن اللغة العربية هي لغة مصنوعة وليس لغة موجودة سابقة على رسول القرآن بهذا المعنى الكريم. لا نستطيع أن نقول هو ينتسب إلى اللغة العربية، بالفعل هو روح اللغة العربية كلها. يعني
اللغة العربية تنتسب إلى القرآن، ولكن ليس بالضرورة القرآن ينتسب إلى اللغة العربية. هذه مسألة يجب أن نفرق بها بينهم بين الأمرين، لأنه القرآن هو سابق على اللغة العربية. إحنا الآن أتينا بعد ظهور القرآن وقلنا هذا الكتاب عربي لأننا قرأنا آية تقول إنا أنزلناه قرآن عربي، لكن هذا لا يعني أنه يتحدث أو يكتب باللغة العربية. يجب أن نوضح هذه المسألة، هذه مسألة حساسة وتحتاج بحث كثير وممكن ونقاش كثير. اللغات عادة الموجودة، معظم اللغات اللي نعرفها احنا السريانية مثلا، والسريانية هي لغة أنا أعتبرها من اللغات المصنوعة، لأنها هي لغة الذين انتموا للدين المسيحي ورفضوا الاستمرار باللغة الآرامية، وحولوا يعني بدأوا يكتبون باللغة جديدة فيها مصطلحات جديدة، فيها اشتقاقات جديدة، ظهرت لغة لاهوتية جديدة كتب، فنشأت لغة مع الوقت أصبحت لغة منفصلة عن لغة الأم اللي هي الآرامية، الآرامية اللي كانت تعتبر وثنية. أيضا عندما نجي اللغة الفارسية اللي هي اللغة، لا توجد لغة فارسية، اللغة الفارسية في زمن ظهور الدولة الأموية والخلفاء الراشدين وبعدهم الدولة العباسية لغة اندثرت، لكن بعد ذلك تم صناعتها. يعني اللغة الفارسية لم تكن هنالك لغة فارسية موجودة يتحدث بها الناس، لكن هناك جمع وظهر علماء أسسوا هاي اللغة. عندما نأتي أيضا إلى اللغة اللاتينية، اللغة اللاتينية الإيطالية تحديدا أيضا لغة مصنوعة، وهي اعتمدت النسخ الأصلي هو لغة دانتي، وبعد ذلك أصبحت لغة اللغة الرسمية للدولة الإيطالية. عندما نجي العبرية، العبرية أيضا اندثرت، العبرية القديمة اندثرت تماما، وعندما ظهروا حديثا أو بالعصور ما أذكر بالضبط مرحلتين، صار مرحلة الحديثة ومرحلة بعد الميلاد، تأسست اللغة العبرية باجتهاد علماء. اللغة العربية أيضا تأسست بأمر وأوامر من السلطة الحاكمة العباسية وقبل الأموية سنة 78 كما قلت هجرية، يعني بحدود 800 ميلادي تأسست، وبعد ذلك ظهر العلماء أو الفراهيدي خليل الفراهيدي، وظهرت مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وهؤلاء بدأوا بتأسيس اللغة العربية، وكان همهم الرئيسي هو وضع قواعد للغة العربية. ومع العلم هم فرس، يعني أصولهم فارسية خاصة ابن سبوي، وما زال كتابه هو الكتاب العمدة في هذا المجال. ابن سبوي أو سبوي وضع قواعد اللغة العربية. لماذا وضع قواعد اللغة العربية؟ بعض يعتقد أن اللغة العربية كانت موجودة وتم وضعها. في الحقيقة أنا أعتقد، مو أعتقد فقط، عندي أدلة كثيرة على هذا الموضوع، أن اللغة العربية تمت صناعتها من اللغات الموجودة في بين شعوب المنطقة آنذاك، اللي بهدف تحويلها إلى لغة رسمية تتحدث بها الطبقة الحاكمة وطبقة المثقفين في ذلك الزمان. ويجب أن ننتبه لأن الشعوب كانت هنالك مسافة بين الشعوب وبين الطبقات الحاكمة، وحتى باللغة بالسلوك، وحتى عندما نأتي التزويق واللفظي والكتب البلاغة، وصلت يعني تعقيد اللغة العربية إلى حد يعني البديع، والكثير من هاي العلوم اللغة العربية البلاغة وصلت إلى حد بعيد من التعقيد، وفيها شجعيات وما إلى ذلك. فكان هنالك نوع من الفن في تحولت اللغة إلى شيء تتميز به الطبقة الحاكمة عن بقية أفراد الشعب، وهم أغلبهم بقوا على لغاتهم القديمة بالمناسبة. بالتالي اللغة العربية لغة مصنوعة، وكل لغة مصنوعة تحتاج إلى قواعد. أضرب مثال معاصر أو شبه معاصر أو حديث، اللغة الأوردية. اللغة الأوردية لا توجد لغة أوردية في التاريخ. اللغة الأوردية لغة مصنوعة بالكامل، وهي عبارة عن تجمع بين منطقتين، أعتقد ما أذكر بالضبط، من يقرأ الموضوع سيطلع على تفاصيله، ممكن واحد يعني. الأوردية هي مجموعة معسكرات لجيش، جيش باكستان، منطقة باكستان على حدود باكستان، فيها من مختلف الشعوب جماعات، وبعض يحكي انجليزي، بعض يحكي هندي، بعض يحكي لغة سنسكريتية وما إلى ذلك، لغات متعددة. هؤلاء اجتمعوا لسنوات طويلة فيما بينهم، فتشكلت لغة فيما بينهم. هذه اللغة وجدوا أنها سهلة،
والجميع ممكن يتفاهموا من خلالها. وبعد ذلك بعد 10 أو 20 سنة 30 سنة أتى مختصون ووضعوا قواعد هذه اللغة الجديدة. العربية هي نفس الحالة صارت. فأنا حتى أكد حتى أختصر الموضوع ما أفصل كثيرا، أقول بأن الخلاصة بأن كلمة عروبة أيضا بإشارة سريعة، كلمة عروبة اللي أطلقها دعاة القومية العربية، وهي كانت مجرد فكرة لتوحيد الشعوب هاي المنطقة باعتبار أنهم إرث عربي ثقافي واحد ولغة واحدة مشتركة، فهذا يكفي ليكون رابطا فيما بين الجميع. ولكنهم ادعوا وجود جنس عربي محدد وأن هنالك أجناس غير عربية، وبدأت هنا فيها نوع من العنصرية للتفريق بين الجميع، لكنهم لم يقدموا لم يعتبروا أن الثقافة الموحدة هي ثقافة عربية، وتورطوا وقالوا أنها مسألة لها علاقة بالجنس وبالأعراق، وفهم الناس الموضوع بشكل مختلف. إلى حد الآن يقول هنا البعض هناك يقول لك أنا إحنا أكراد وقومية كردية وقومية إيرانية وقومية فارسية وقومية مازيغية وقومية آشورية، فتحولنا إلى فرق متصارعة ومتحاربة من أجل أن نقول هنالك قومية واحدة وجنس واحد وعرق واحد ودم واحد، وهذا افتراض لا توجد أدلة تؤكده. أهمية الموضوع تكمن في أن إعادة النظر بهذه القضية خلينا نحل كثير من الإشكالات، قدم لنا تفسير لكثير من النقاط الغامضة بالتاريخ، قدم لنا تفسير أنه لماذا لم يكن ذلك ذكر للعرب في ما قبل الرسول، لا وجود لأي كتاب عربي. عندما نرجع إلى الجاهلية لا نجد كلمة عرب بالشعر الجاهلي، يعني الجذر الثلاثي عرب لا نجده حضورا في الشعر الجاهلي. وهذه كلها أدلة تؤكد أن العربية والعرب ليس جنسا ولم يكن هناك شيئا موجودا اسمه عربي. الرسول بالتالي الكريم موجود ولكنه ليس بالضرورة إنسانا منتميا إلى الشعب العربي، وهو أيضا قال بأن هنالك أشار القرآن إلى عدد من الإشارات بأن الأعراب هم الأعراب الذي يقصد بهم البدو. أعطي لكم الخلاصة. عبر وعرب، هناك فرق بين كلمة عبر وعرب، كلاهما يأتيان بمعنى التعبير أي خروج الشيء من داخل لكي يصل إلى طرف خارجي، وهذا يتطلب عبورا أو تعبيرا، وهذا بالتحديد هو معنى العربي والعبري، فهو الشخص الذي يعبر ولا مكان محدد له. كلمة عبر وعرب وعبري وعربي هي أيضا من الإتيمولوجيا يصير بها التبادل في اللغات، هذا مسألة معروف علماء اللغة يعرفون هاي المسألة. مفهوميا العرب هم الناس البدو، كان حتى من أيام الدولة الآشورية كان يشار العرب لأنهم السكان الذين يعيشون في المناطق المفتوحة أو في البادية، وأيضا حتى الحد الآن في مصر عندما أقول لك هؤلاء عرب مقصود بها الناس الذين يعيشون في مناطق البادية، حتى في المغرب في تونس أنا زرتهم يسمون الناس اللي يعيشون في البادية يسموهم عرب، معنى أنهم مقصود بهم البدو. حتى القرآن الكريم عندما يقول الأعراب أشد كفرا وأكثر مرة ذكر هذا الموضوع يقصد به البدو تحديدا، وهذا معنى من معاني أنه الرسول ليس من الأعراب، هذا أيضا إشارة مفيدة يجب أن ننتبه لها. أختصر الموضوع وأذكر أنه أيضا أين ذكرت كلمة عرب في التوراة العهد القديم، وردت كلمة عرب بمعنى البدو والأعراب وأيضا بمعنى القفر والجفاف في مواضع كثيرة، فهم رعاة يسكنون الخيام، ولا هناك نص يقول ولا يخيم هناك أعرابي ولا يربض هناك رعاة، ويكثر فيهم المتربصون على طرق القوافل. وحتى هنالك إشارة نص آية في التوراة كتاب المقدس في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية، ونفس المعنى يتردد في نصوص توراتية أخرى كما في أشعياء 3 وأرمياء 4، ولا يقصد بها قومية على أو على جنس محدد، إنما المقصود
دائما البادية وموطن العزلة والوحشة والخطر. أما في التلمود فقد قصد بكلمة عرب أو عربيم أو عربائيم الأعراب كذلك، أي نفس المعنى الذي ورد في أسفار التوراة. كما أيضا أصبحت لفظة عربي مرادفة في بعض الأحيان لكلمة إسماعيل، عندما النصوص الموثقة التي توجد ليعقوب الرهاوي أو ما تسمى النص الذي توجد لعقيدة يعقوب، أيضا عند حوليات ذلك الزمان أشاروا إلى وجود ملك العرب ويقصد بها امرؤ القيس، ومعنى هذا ملك العرب يقصد به لا يقصد به أن هنالك شعب عربي، إنما يقصد به هذا ملك البدو. أيضا كلمة عرب ذكرت في أواخر القرن السادس قبل الميلاد حينما بدأ اليونان يتحدثون عن العرب في كتاباتهم، وكان إسكليوس أخيلوس اللي توفى سنة 456 قبل الميلاد أول من ذكر العرب من اليونان، ذلك عندما تحدث عن الملك الفارسي أحشويرش، وهذا كان يهاجم اليونان. بعد ذلك أتى هيرودوت توفي سنة 430 قبل الميلاد أطلق كلمة عربي عربية على بلاد العرب. هنا أنا أعتقد كلمة عرب هي أصبحت الكلمة التي أطلقها الآخرون على العرب، بمعنى أنه العرب ليس هم الذين أطلقوا على نفسهم كلمة العرب. العرب أقصد القبائل الموجودة في هذه المنطقة وهذه البادية، عندما يذهبون يدخلون إلى روما أو يذهبون إلى فارس يسألوهم من أنتم، يقولون لهم نحن العرب. وكلمة يعني احنا مثلا عراقي عندما اذهب الى انجلترا او مكان غير عربي او لا ينطقون فيها عربي، عندما يسألون هل انت عراقي ما هي جنسيتك، ما اقول لهم عراقي، اقول لهم ايام عراقي او بالهولندا عراكيز. فانا ما اقول كلمة عراقي بنفس الكلمة، انما اطلق الكلمة كما يطلقها علي الاخرون. بالتالي كلمة عرب بلاد العرب هي ما أطلقه الآخرون على هذه المنطقة، وبالتالي أصبحت كلمة شائعة بين الجميع. أختم وأقول أن الموضوع مهم جدا، وإعادة النظر بهذه القضية مهم ويحتاج إلى إعادة نظر، وأقول بأن القرآن ذكر العرب بهذه الصيغة والتي جرى بعد ذلك توظيفها سياسيا لمصالح كثيرة، توظيفها دينيا، توظيفها أيضا في الصراع بين الأحزاب والمذاهب المختلفة، توظيفها قبائليا عشائريا، أصبح العرب هم القريش هي زبدة العرب، وهذا المسألة تحتاج إلى بحث طويل، وأترك للصديق أحمد أن يعني أكيد هذا الموضوع يثير كثير من الأسئلة، وأنا مستعد لي أن أجيب على كل التساؤلات. وبص يا صديقي، أول سؤال يعني وهو فيه وجاهة، إيه الفايدة من هذا البحث؟ يعني إحنا يعني افرض طلع النبي عربي أو طلع إنجليزي أو طلع صيني، إيه اللي هيفرق؟ يعني ما فيش تحصيل كبير من الموضوع. يعني حتى القرآن لما تجادل مع بعض الناس لما قالوا له ان انت بتتعلم الكلام اللي بتقوله دهوت والقصص من واحد في السوق اسمه فلان الفلاني، واختلف المفسرين في اسمه، الآية اللي هي لسان الذي يلحدون اليها عجمي وهذا لسان عربي مبين. ف يعني اللي هم قالوا في اول الكلام وقالوا انما يعلمه بشر، يعني قال لهم لا، قال لهم يعني لسان اللي بيلحدوا اليه او اللي بينحرفوا نحو، مش الالحاد بمعنى المعاصر، اللي بينحرفوا عليه وبيقولوا ان هو بيعلم محمد الكلمتين اللي بيقولهم والقصص اللي بيحكيها لنا اعجمي، فهذا لسان عربي مبين، ويعني اكنه بيقول لهم يعني الكلام يعني النغم والبلاغه اللي في القران مش ممكن يقولها واحد اعجمي، بس هما بيقولوا له يعني ان القصص مش حتى ده الرازي قاعد يعني يلف ويدور فيها، الفخر الرازي في تفسير مفاتيح الغيب عشان يحل المشكله بتاعت يعني زي ما اقول لك المحاضره دي سارقها
من كارل ماركس او من برتراند راسل، فتقولي دول بيتكلموا الماني ولا انجليزي وانا بتكلم عربي، ف يعني المهم. فالعجومه والاعجميه والعربيه كان جت في هذا السياق الجدلي. لكن القران برضه بيقول هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه واشياء من هذا القبيل. فاللي انا عايز اقوله لسيادتك ايه الفايده باختصار كده، تقول لنا بسرعه ايه الفايده ان هو طلع النبي اعجمي ولا رومي ولا فارسي ولا ايه؟ اتفضل. مبدئيا هو الفكره ليست ان اقول ان ما هي اصول الرسول، ليس هذا البحث، انما ما بعد ما بني على جنسيه وتبعيه الرسول القوميه او العشائريه. هذا الذي بني هو مهم جدا، لانه هو صبغ تاريخنا بصبغته الخاصه. الرسول الكريم تنسيب او اعتبار نسبه الرسول الى قبيله قريش وتحديدا الى بني هاشم هي التي قسمت تاريخنا باكمله. فهذه اهميه الكبرى للموضوع، انه نعيد النظر في هذه القضيه لان قامت عليها مذاهب وقامت عليها حروب وقامت عليها ممالك، ولحد هذه اللحظه كثير من الحكام ينتسبون الى سلاله الرسول. فبالتالي والناس ايضا الشعوب تنصب ملوكا على هذا الاساس. حتى عند العراق دوله حديثه، عندما سقط الاحتلال العثماني من العراق سنه 1917 واحتل العراق الانجليز، ماذا فعلوا؟ بحثوا عن حاكم للعراق. لم يختاروا حاكما من ارض هذه البلاد ومن ابنائها، انما ذهبوا بحثوا عن شخص من خارج البلاد ووجدوا الملك فيصل. وما هي لماذا قبل العراقيين المسلمين العراقيين بهذا الرجل؟ فقط لانه من سلاله الرسول، وتحديدا من سلاله الحسن ابن علي بن ابي طالب. فهذا يدل على ان هذه المساله مهمه جدا، ويدل على ان فهم او قراءه النص القراني هي التي ولدت لنا ما نسميه عربا واعرابا، وولدت لنا نوعا من العنصريه بين الفرق المختلفه. هو الذي ولد دولا قائمه على فكره التداول العائلي للسلطه. يعني كلمه دوله او مفهوم دوله يختلف عن مفهوم الدوله الحديثه، وهذا عندما يتحدث لك عن الدوله الاسلاميه هو لا يشرح لك ما هو ماذا يقصد بالدوله الاسلاميه. لا وجود دوله اسلاميه، المقصود بها دولة عائلة معينة. عندما نقول دالت دولة بني العباس، دالت دولة بني أمية، هذا المعنى كلمة دولة. فهاي كلمة دولة قائمة على أساس عشائري، وقائمة على أساس فيه عنصرية محددة سلفا في بيت معين من البيوت المحسوبة التي تعتبر من بيوت الإلهية أو التي تمتلك دما أزرق من سماء. وأيضا الموضوع الآخر أصبح تحول الإسلام بناء على هذه الرؤية وهذا الموضوع وهذه القراءة للنص القرآني، تحول إلى دين أشبه بالدين قومي أو دين عائلي ومحسوب ومنظور فقط لعائلة محددة هي أما من بني هاشم أو بني قريش. وهذا مبدأ موجود في كل في جميع المذاهب الإسلامية. وهذا يعني ان هذا الموضوع يكسب اهميه، انما عندما نعزل فكره العروبه او العربي، انا لا 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 بالعكس، انا افتخر بعروبتي وافتخر بعربيتي، لكنني لا يعني ان عندما انا اقول بان الرسول لم يكن عربيا، انما اصبح عربيا وفقا لقراءه محدده وفقا لحاجات محدده. هذه القراءه يجب ان نعيد النظر فيها، ولا ادعي بانني انا اتيت بشيء دقيق 100%، لكن أنا واثق بأن هذه الرؤية الجديدة إحنا بحاجة إلها وبحاجة إلى مناقشتها أيضا. جميل جدا يا عم منصور. وأنا شايف يعني أهمية السؤال هو في الناحية، دايما نراجع المسلمات بتاعتنا حتى لو نسبتها، يعني لو نسبتها فكويس مش وحش، ولو ننفيها أو نعدلها ونحورها برضو مش وحش. فيعني في أسئلة من هذا القبيل كثيرة، وأذكر لكم أنا يعني إن
قرآن في الأول ما كانش مهتم بمسألة العالمية، وكان بيقول لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني يا سيدي هنخليها من حولها لغاية البحرين وقطر ويا سيدي اليمن، لكن أكيد من حول أم القرى مش هيقول لك مثلا بيرو والإكوادور اللي ما كانوش لسه اكتشفوهم أصلا. ففكرة إن الرسالة يعني هل هي كانت عالمية ثم كانت محلية ثم صارت عالمية، ولا هي أصلا محلية والناس فهمت غلط، ولا إيه بالظبط؟ المهم في السؤال ده هو، أو يمكن الأهم، إن هو محمد النبي كان عربي أو عجمي أو كده، هو إثبات القصص يعني. ونرجو من الحكومة السعودية وبقية الحكومات إنهم يعملوا بحث أثري، يشوفوا مثلا ممكن يلاقوا يعني إن الكعبة بناها إبراهيم ولا ما بناهاش إبراهيم، هل في أي دليل على كده، على وجود الكعبة أصلا من 1000 سنة قبل النبي محمد؟ في بعض الناس بيقولوا إن ما كانتش موجودة إلا من 100 ولا 200 سنة قبل النبي محمد، وقالوا بل بعضهم قال إن عبد المطلب هو اللي بنى أجزاء منها، أو قصي بن كلاب اللي هو جد النبي أو جد عبد المطلب، هو عبد المطلب يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب. ف يعني ايه هو اللي ممكن احنا نستنتجه من كل هذا؟ انا من وجهة نظري ان احنا نراجع البديهيات والمسلمات، ده شيء مهم، حتى لو طلع كلام منصوغ غلط يعني مش مشكلة كبيرة، مش هيزعل يعني، يعني او طلع يعني احنا هنشوف ايه القصة جاية منين وبتاع. وهو يعني ايامها ما كانش فيه قومية، ما كانش فيه جنسية، يعني كانت فيه قبلية بس، يعني ما كانش فيه حاجة اسمها القومية العربية أصلا، ولا كتب عربي، ولا في كتب عربي. اللغة العربية يعني في حد من الأصدقاء بيقول لك العربية موجودة قبل النبي محمد وشعراء الجاهليين موجودين، هذا صحيح، لكن اللغة كلغة راسخة قومية. وثابتة ما حصلش ده إلا بعد وفاة النبي محمد بعشرات السنين، لما وضعت القواعد ووضع النحو والصرف وحتى القراءات وجمع القرآن وكل هذا كان بعد النبي محمد. فكان غريب برضه، لماذا اختار الله، ممكن نعمل سؤال يعني، لماذا اختار الله لغة ليست مكتملة على الأقل من حيث الكتابة؟ كانت الكتابة ناقصة يعني، ما الحروف بتاعتها كما تعلمون ما كانتش متنقطة أصلا وما كانتش متشكلة، ومن المستحيل ان واحد يجي اجيب له نص يعرف يقراه بدون تشكيل وتنقيط من حتى اساتذه اللغه العربيه، ما لم يكن النص ده قصيده شعريه هو حافظها قبل كده، او ايه مثلا زي مثلا تبت يدا ابي لهب وتب، فانت عارفها اصلا، فهتشوف هتستطيع يعني يو كان جيس زي ما بيقولوا، تستطيع التخمين، اما لو كان غير ذلك فهتبقى وقعت في مصيبه سوداء. بس هاي إضافة مهمة أنا أعتبرها عندك يعني. بس أضيف شيء ماشي أوكي، وهقول لك سؤالين ونرفع الجلسة، بس اتفضل قول شيئين. إضافة مهمة شيئين، قال إضافة مهمة طبعا، وأضيف على كلامك أنه الرسول الكريم لم عندما توفي لم يوصي بتجيير الإسلام لعائلة محددة، وهذا يدل على ان القران لا يخص عائله عربيه محدده من بني هاشم او بني من حكام قريش، وهذا مساله اعتقد لا نقاش عليها. الامر الاخر المهم، انا عندما اقول ان العربيه تقوم على القران، لكن القران ليس بالضروره يقوم على العربيه، يجب ان نفرق بين هذين الامرين الاساسيين. العربيه ظهرت من القران الكريم واسست حضاره طويله وثقافه عربيه لكل، لحد هاي اللحظه نحن يعني جزء من عندها، نحن نفتخر بعربيتنا، وانا من الناس انا افتخر بعربيتي واعتبرها لغه بالغه الجمال والعبقريه، وليس فقط يعني مجرد مديح سهل عن علم واطلاع، على قدر علمي واطلاعي يعني مطلع على الادب العربي، مطلع على الشعر العربي، على العلوم العربيه، الفلسفه العربيه، هاي كلها اشياء اسستها العلماء العرب والعربيه، هذا مساله لا تقبل الشك، لكن يبقى القران اكبر من العربيه، هذا اللي يعني انه العربيه هي
جرى استلالها من النصوص القرآنية، وجرى أيضا بمعونة من بجلب مصطلحات وكلمات واشتقاقات لغوية من الشعوب المنطقة، خاصة من اللغة السامية الجنوبية الشرقية التي هي اللغة السبائية، واللغات اليمن القديمة، وأيضا اللغات القبطية. جميل جدا يا صديقي، وطبعا تعليقات كثيرة من الأصدقاء. يعني مثلا فاطمة بتقول لا يضايقنا اطلاقا ان يكون محمد عربي مثل القرآن، لكن نتمنى ان يبقى هذا في البيئه بتاعته، يعني يخدم البيئه بتاعته لا يذهب الى البيئات الاخرى. اهميه السؤال اتكلمنا عليها، مش هنعيد الكلام يا صديقي. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، برضو يعني ايه علاقه ده بالناس اللي هي من جنسيات مختلفه. مسألة الأخطاء اللي موجودة، يعني قصص موجود وردود عليها وقصص كتير جدا في هذا الموضوع في كتب اللغة وكتب التفسير كما تعلمون. والجواب وإيه؟ جوابي قلت إن العربية هي مشتقة من القرآن وليس القرآن مشتقة العربية. هاي جوابها ببساطة. ببساطة يعني أنت إزاي بتحط قواعد اتحطت بعد الكتاب، فالكتاب مين الأصل؟ فدي إشكالية يعني موجودة. و يعني احداث موت النبي، وهل هو وجود مصادر يعني خارجيه تتكلم عن هذا؟ ما ده اللي بنقوله، ان ما فيش مصادر خارجيه ولا يحزنون يا عم، وان لا يوجد. يعني ايه، انا شايف من المستحيل اثبات قصه الكعبه وابراهيم والكلام ده كله يعني اثريا او تاريخيا او كده. انت تعتقد في هذا يا ما تعتقدش، والسلام عليكم ورحمه الله. لكن من المهم ان احنا نفكر ونعرف الموضوع، يعني في يعني ايه هو اليقيني وايه هو الاعتقادي، يعني ايه هو الشيء اللي شبه يقيني او علمي. صعب دخول الرسول العربي، صعب مش سهل. يعني لو نعمل لك تعليق ختامي، ما فيش يعني كل الناس بيقولوا مثلا على كلمه عربي واصلها في بابلي واصل مش عارف كذا، يعني كلام معلومات مفيده ممكن نستفيد منها لو نقراها بعد ذلك. لكن لو تقول تعليق ختامي كده وننفع الجلسة ويبقى صالون كده خفيف ولطيف. أيوة. وتفضل بقى لنا 50 دقيقة، فلو تختم في 4-5 دقائق. هو القصد عن الخلاصة انه لو لقيت سؤال هوجهه لك وانت بتتكلم، لو لقيت سؤال يعني أوكي في الموضوع انا الخلاصة اقول بانه ليس بالضرورة ان يكون الرسول عربيا، وليس بالضرورة ان يكون القرآن عربيا صرفا، انما العربية واللغة العربية هي وليدة القرآن، لكن القرآن ليس بالضرورة يكون وليدة اللغة العربية، إنما القرآن هو وليد أو فيه طبقات من اللغات المختلفة السابقة عليه، وهذا جزء من عظمة القرآن والنص القرآني. وبالتالي نحن لا نحمل العربي القرآن على العربية، بل العربية نحملها على القرآن، وهذا المسألة التي يجب أن ننتبه لها. هنالك عشرات يتحدثون وآلاف الكتب تتحدث عن أخطاء القرآن، هذا المسألة أنا أعتبر هو هذا الجواب على هذه القضية. واحدة من أهمية هذا إثارة هذا الموضوع هو هذا الجواب، أنه أنت تظهر لي أخطاء القرآن، هنالك نصوص غامضة، وبالطبع لأن الطبقات السلطات الحاكمة أسست على موضوع القرآن وقالت أن هنالك لغة عربية وعلينا أن نطابق اللغة العربية التي صنعناها ووضعنا قواعدها على القرآن السابق عليه، بدلا من ان يفعلوا العكس. جميل جدا يا عم منصور. وفي صديق لوكانيوس بيقول لي يعني كنت هو تعملوا اشعار من بدري عشان حلقه زي دي نحضر اسئله ونحضر بالاول وناس جت متاخره، فاحنا اسف والله فعلا يعني. لكن في هذا الحراك السفري يعني انتظروا لقاءات، مش عايز احط اشعار ويحصل تاخير، فيعني بينا قولوا لي رايكم ايه، يعني هل نحط اشعارات مقدما يعني علقوا لنا على الفيديو، هل احط اشعارات مقدما وبعدين تحصل ظروف فتتاجل، سواء كده تتاجل ساعه او ساعتين او يوم او يومين، ولا خليني كده وانا قاعد مثلا لما ماسك منصور كده في ايده وهو عامل البتاع وهو جنبي وخليها مثلا بعد نص ساعه او ساعه؟ يعني صعب لما استقر يعني في بريطانيا ممكن هيبقى الموضوع اكثر انضباطا، لكن وانا بتحرك في اوروبا هيكون الموضوع ايه
من الصعوبة بمكان، يعني يا إما أقول فلا أوفي، يا إما إيه أقول وأوفي لكن سريعا، يعني مش هيبقى المحاضرات نسيئة. وأشكر لكم يعني اهتماماتكم، وبعدين إحنا بنسجل هذه الكنوز والدرر مع الأصدقاء اللي بنقابلهم والأساتذة والأصحاب والباحثين والأكاديميين، وبنحطها والناس كل واحد زي ما بقول دايما عقله في راسه يعرف خلاصه، كل واحد يفهم اللي بيطرحه اللي بعد كده كله اختياراته. ومعظم السلاسل بتاعتنا والمحاضرات بنحطها يعني في صيغة السؤال، بحيث الإجابة هي عندك أنت قبل ما تكون عند منصور أو عندي أو عند حد تاني غيرنا. وأترككم بقى في ألف سلامة، وتصبحون على ألف خير وخير زي ألف ليلة وليلة كده، وانتظرونا يعني هيكون في لقاءات جميلة في باريس أو أرجو ذلك، وإن شاء الله تشوفوها على خير، يعني سواء كانت محاضرة سألقيها أنا في باريس ولقاءات مع مفكرين مهمين VIP، يعني زي ما عملنا لقاء الصباح النهاردة مع الصديق العزيز الأستاذ الدكتور خزعل الماجدي. فأيضا هيكون في لقاءات جميلة في باريس وفي لندن وفي أماكن أخرى، وتصبحوا على خير.